مصطفى جواد حارس اللغة العربية، اللغوي العبقري والمؤرخ الكبير. ولد الدكتور مصطفى جواد في محلة القشلة ببغداد عام 1904، وهو من أبوين تركمانيين، ثم انتقل مع والده إلى مسقط رأس والده دلتاوى الخالص حالياً بمحافظة ديالى. درس العلوم الابتدائية في مدارس دلتاوى في عهد الدولة العثمانية، وبعد وفاة والده جواد الخياط بدلتاوى في أوائل الحرب العالمية الأولى عاد إلى مسقط رأسه بغداد بعد الاحتلال البريطاني للعراق. دخل دار المعلمين الابتدائية عام 21900، وفي هذه الدار وجد اثنين من أساتذته يعتنيان بموهبته، وهما طه الراوي وأستاذه الآخر ساطع الحصري. عين مدرساً متنقلاً بين الناصرية والبصرة والكاظمية والخالص، وفي تلك الحقبة نشر أبحاثه اللغوية في الدوريات المحلية والعربية، ولا سيما تلك الصادرة في مصر ولبنان. سافر إلى فرنسا وأكمل دراسة الماجستير والدكتوراه في جامعة السوربون، ونشبت بعدها الحرب العالمية الثانية، فعاد إلى بغداد قبل أن يناقش الرسالة. شغل منصب المشرف على الأساتذة الذين أشرفوا على تدريس الملك فيصل الثاني ملك العراق وتثقيفه. من مؤلفاته الحوادث الجامعة، من أول كتبه التي طبعت عام 1932، دليل خريطة بغداد المفصل مع الدكتور أحمد سوسة، دراسات في فلسفة النحو والصرف واللغة والرسم، الضائع من معجم الأدباء، المستدرك على المعجمات العربية وهو كتاب خطي، رسائل في النحو واللغة. وكان له برنامج مهم في الإذاعة والتلفاز العراقي بعنوان قل ولا تقل، بلغت شهرته الآفاق، وقد طبعت مادته بجزئين في حياته. التقى العلامة مصطفى جواد عبد الكريم قاسم رئيس الجمهورية آنذاك، وقال له: أرجو أيها الزعيم ألا تقول الجمهورية بفتح الجيم، بل قل الجمهورية بضم الجيم. توفي رحمه الله في عام 69900، وكان في مقدمة مشيعيه أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية آنذاك.